تعرف إن الصحراء الغربية ما كانتش بالشكل اللي احنا شايفينه ده خالص، حتى العلماء أكدوا إنها كانت جنة خضراء. طيب إيه اللي العلماء اكتشفوه ومخليهم متأكدين كده؟ بص يا سيدي، في كهف قديم اسمه كهف السباحين موجود في الصحراء الغربية، والكهف ده ليه حكاية أغرب من الخيال. تعالوا نعرف إيه الحكاية في خمسة بالعربي. كهف السباحين في الصحراء الغربية مش مجرد موقع أثري عادي، لكن ده بيحكي قصة قديمة عن زمن كانت فيه الصحراء الكبرى جنة خضراء مليانة بحيرات وأنهار. الرسومات اللي في الكهف ده بتظهر مجموعة من الناس وكأنهم بيسبحوا، وده بيخلينا نفكر إيه اللي كان بيحصل في المنطقة دي من آلاف السنين. القصة بدأت سنة 1926 لما رسام الخرائط الأوروبي لازلو ألماسي، اللي كان مهووس باستكشاف الصحراء الغربية، اكتشف الكهف ده في منطقة هضبة الجلف الكبيرة. الهضبة دي مشهورة بحجرها الرملي اللي بيحكي حكايات من عصور قديمة. ألماسي أثناء تجوله في المنطقة اللي كان أغلبها لسه مجهول وقتها، لقى كهفين جنب بعض مليانين رسومات صخرية قديمة جدا. الرسومات دي بتشمل حيوانات زي الأبقار والزرافات، وده في حد ذاته كان غريب جدا، لأن الحاجات دي بتعيش في بيئة خضراء ومليانة مية، عكس الصحراء الجافة اللي احنا بنشوفها النهاردة. لكن أهم وأغرب حاجة اكتشفها ألماسي كانت رسومات لبشر عاملين حركات وكأنهم بيسبحوا في البحر. الحكاية دي أثارت فضول الباحثين على مر السنين، وكل واحد فيهم كان عنده تفسير مختلف. البعض بيقول إن الرسومات دي دليل واضح إن في الزمن ده كان في بحيرات وأنهار في المنطقة، وإن البشر اللي عاشوا هناك كانوا بيمارسوا حياتهم حوالين المسطحات المائية، بينما في ناس تانية بتقول لأ، إن ده تصوير مجازي، يعني الرسامين دول كان عندهم طريقة معينة للتعبير عن الحياة، ويمكن السباحة اللي مرسومة دي كانت رمز لحاجة تانية زي الحرية أو الروحانية. الكهف ده مش مجرد مكان اتنسى مع الزمن، لا ده رجع تاني للضوء لما ظهر في رواية للكاتب مايكل أونداتكي سنة 1992، وبعدها في الفيلم الشهير اللي بيحمل اسم الكهف واتعمل سنة 1996. الرواية والفيلم خلوا كهف السباحين ياخد مكانة كبيرة في الثقافة الشعبية، والناس بدأت تهتم بالمكان ده أكتر وتعرف قصته. الرسومات دي اللي عمرها بيتراوح بين 6000 و9000 سنة بتدل على إن الصحراء الكبرى ما كانتش كده طول عمرها في وقت ما، كانت أرض مليانة حياة وطبيعة، وكانت موطن لناس عايشوا وسط كل ده، وإن التغيرات المناخية بقى هي اللي حولت المنطقة لصحاري جافة، وده بيخلينا نفكر إيه اللي ممكن يحصل لأماكن تانية من كوكبنا مع مرور الوقت. كهف السباحين مش بس مكان أثري، ده تذكرة لينا إن العالم اللي حوالينا بيتغير باستمرار، وإن الأماكن اللي بنشوفها صحراوية وجافة النهاردة ممكن تكون كانت جنة خضراء من آلاف السنين. الرسومات اللي في الكهف بتخلي أي حد يزوره يرجع للماضي ويفكر في الحياة اللي كانت موجودة في المنطقة دي، حياة كانت مليانة مية وطبيعة قبل ما تتحول للصحراء الكبيرة اللي احنا بنعرفها النهاردة.